هذه مشاهد حية مشاهدينا الكرام نتابعها تابعناها مع حضراتكم، مشاهد لعودة أبطال المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ووصوله إلى مطار القاهرة الدولي بعد الأداء البطولي في كأس الأمم الإفريقية. وصول المنتخب الوطني لكرة القدم لمطار القاهرة الدولي بعد أدائه المشرف والذي أكسبه احترام القارة بالأداء المشرف سواء في الكاميرون أو في ما خاضهم من مباريات. الصحف العربية أشادت بأداء منتخب مصر البطولي طوال مشواره في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، وحظي المنتخب الأول المصري بالإشادة الدولية من الصحف ومن المجلات ومن ما له علاقة بكرة القدم، كما حظي المنتخب الأول لكرة القدم على الثناء من الاتحادات سواء الاتحاد الإفريقي ومن متابعي أدائه القوي على مدار بطولة الأمم الإفريقية والتي اختتمت بالأمس في الكاميرون. حصد المنتخب الوطني وصافة البطولة بعد خسارته أمام السنغال بضربات الجزاء الترجيحية. لم يكن طريق المنتخب ممهدا وأطاح في رحلته بأكبر المنتخبات وهي الكاميرون صاحبة الأرض والمغرب وكوديفوار، وكانت هذه الدول جميعها بعد أن خاض المنتخب الوطني في كل مرة تكون المباراة مباراة ماراثونية تمتد لشوطين إضافيين يتقدم فيهم المنتخب الوطني المنتخب المصري بركلات الجزاء الترجيحية. كان اللافت في هذه البطولة مشاهدينا الكرام ما تحلى به المنتخب الأول المنتخب المصري من روح الفداء وروح التضحية وروح البطولة وروح الإثارة والإصرار والعزيمة والإرادة والتحدي والقدرة على إبهار القارة الإفريقية، وكان من الممكن أن يحصل على اللقب الثامن في تاريخه. لكن مشاهدينا الكرام المنتخب الوطني حظي عليها في ملحمتين مهمتين فاصلتين في الوصول لكأس العالم 2022. كابتن وائل جمعة، صخرة الدفاع الذي وجد من يخلفه في مركزه وفي وصفه محمد عبد المنعم، سنحاول أن نتعرف منه على مستقبل الإعداد للمنتخب الوطني. كابتن وائل أهلا بحضرتك، الحمد لله على السلامة. أهلا بيك، طبعا كان نفسنا نعمل أفضل من اللي اتعمل هو الفوز بالبطولة، إنما الحمد لله يعني زي ما حضرتك ذكرت كسبنا احترام العالم كله بالأداء والروح، وأثبتنا إن المصريين ما عندهمش يأس، اللعيبة بتاعتنا أبطال حتى لو يتوجوا بالبطولة، إنما المجهود والروح والإخلاص والأداء اللي لعبوا بيه في البطولة، وده ظهر في أربع مباريات في 12 يوم، ودي معجزة في الكرة إن اللعيبة تلعب 120 دقيقة أربع مباريات على التوالي بالحجم والقوة، كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال. فالحمد لله كسبنا جيل عنده شخصية ممتازة بإذن الله نبني عليها. كابتن وائل، أنا مش بحب الكلام الملحمي اللي فيه مسحة عاطفية، لكن حالة الشجن عند حضرتك والعيون المغرورقة بالدموع باينة، وأنا حقيقة يصعب علي فهم أو تفسير حالة الضيق الشديد اللي باين على وجوه الجميع وباين على وجوه حضرتك، ليه؟ يعني هو يعني العين لم تعد مغرورقة بالدموع، حاجة بتبكي تقريبا. اللعيبة كنا محتاجين ان هم يفرحوا بالبطولة، تعبوا اجتهدوا ما فيش حد فيهم قصر، انما الحمد لله يعني اللي بيجيبه ربنا كله كويس، ربنا ان شاء الله شايل لنا حاجه افضل. يعني الافضل اللي الكل بيمني نفسه بيه المباراتين الفاصلتين امام نفس الخصم، امام المنتخب السنغالي، واحده في القاهره واخرى في دكار، هنعد للمواجهتين دول ازاي يا كابتن؟ لسه يعني طبعا ان شاء الله احنا لسه واصلين، باذن الله هنقعد الفتره اللي جايه دي قبل المدرب ما يسافر اجازه ويرجع ان شاء الله، نظبط كل حاجه ان شاء الله. كابتن وائل، ابرز اللقطات الفاصله في عمر المنتخب الوطني، لان المنتخب الوطني اغلب اللي بيتابعوا او كل اللي بيتابعوا كانوا بيتصوروا ان الوصول للدور ربع النهائي سيكون عمل اعجازي، وصل المنتخب باداء مقنع ومقنع للغايه باوقات اضافيه مددت لتصل الى مباراه ونصف المباراه تقريبا، السر وراء الاستمراريه اللي بلغها المنتخب الوطني؟ يعني الحمد لله الروح زي ما قلت في الاول، الروح اللي اظهرها اللاعبين، الاخلاص في الاداء، تنفيذ التعليمات، الالتزام، كل ده هو اللي وصلنا للنقطه اللي احنا وصلنا لها في نهايه البطوله، وصلنا لضربات الجزاء ودي زي ما بتقال ضربات الحظ، انما الحمد لله اللعيبه كلها اجتهدت في حدود المتاح بتاعها وحدود الامكانيات. لازم برضو نحترم فرق الامكانيات اللي بيننا وبين المنتخبات اللي احنا بنلعبها، امكانيات بدنيه، امكانيات فنيه، لعيبه بتلعب في اعلى المستويات، عندنا
امور برضو التنظيميه في الكره المصريه فيها بعض الكسور شويه، انما ان شاء الله تتعدل باذن الله. انما المهم ان احنا كسبنا جيل جديد من اللاعبين، اكتر من 15 لاعب ما لعبوش في كاس امم افريقيه قبل كده، يخوضوا تجربه زي دي قدام منتخبات زي كده، ان شاء الله هتبان نتائجها الفتره اللي جايه. كابتن وائل، اذا كنا كسبنا جيل محترم وجيل بيخوض غمار المباريات الدوليه الاولى، فاحنا كسبنا جهاز فني برؤيه فنيه محترمه، والكل تقريبا الشارع الكروي المصري بيتحدث عن المستوى الخططي والانضباط، رص اللعيبه بشكل محكم من كارلوس كيروش والجهاز الفني، بعيدا عن المناوشات اللي حضرتك كنت بتذهب اليها مع بعض الحكام، لكن المستوى الفني، القياده الفنيه، شكل التعامل الفني المنضبط للجهاز الفني ولا؟ يعني الحمد لله الناس كلها اجتهدت، وكلنا بنخدم بلدنا وبنخدم المكان اللي احنا شغالين فيه والعالم اللي احنا بنشتغل تحت رايته يعني. فكلنا اجتهدنا، بداية من المدرب اللي ليه فضل كبير جدا، وانا من خلالك بطالب الناس ان هي تدي الراجل ده حقه اكتر ما هو يعني الناس بتتعامل معاه. بصراحة احنا مش مدينه حقه في التعامل وفي التقدير وفي كل اللي هو عمله للمنتخب في الفتره الوجيزه اللي اشتغل فيها. كابتن وائل، فتره وجيزه لكن بصمه واضحه، واضحه من تجاوزنا لدور المجموعات، عمل فني الكل بيتكلم فيه. حضرتك اتكلمت على حجم الفوارق الكبير احيانا على مستوى التعامل الفردي، لكن بناء المجموعه، شكل الانسجام، النسق الخططي اللي الكل كان حافظه، كان موضح بالفعل ان في بصمه للمدير الفني. حضرتك اتعاملت مع مدارس فنيه كتيره في مصر وبره مصر، ايه البصمه المختلفه اللي بيملكها كارلوس كيروش وحضرتك لك سابق خبره مع المدرسه البرتغاليه؟ يعني الانضباط والالتزام اللي عنده، والروح، الروح اللي احنا كنا وصلنا لفتره ان احنا مفتقدينها في المنتخب وفي اللعيبه اللي بتلعب تحت شعار المنتخب مصر. الامور دي كلها كانت واضحه جدا جدا مع كارلوس كيروش الحمد لله في الفتره القصيره جدا اللي اشتغل فيها. كلنا عارفين ان عشان تبني فريق وتبني منتخب تحديدا كمان، ان المنتخب بيتجمع من انديه كتير جدا عكس النادي، النادي المدرب بيشتغل معاه كل يوم، فالمدرب بيبقى متابع حاله اللاعبين بشكل جيد. فبناء على كده وبناء على الكلام اللي انا بقوله ده، الراجل يستحق تقدير كبير جدا 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 من اللي احنا شايفينه من الاعلام الرياضي المصري تحديدا. اشوف ان هو لازم يحترم اكتر من كده، لازم ياخد حقه اكتر من كده. اللي اشتغل في الكوره عارف ان الفتره الوجيزه الصغيره جدا دي صعب ان تحقق النتائج اللي احنا حققناها الحمد لله الفتره دي. اخيرا كابتن وائل، عشان ما اطولش على حضرتك، بداتوا الكلام في الاعداد للمواجهتين الفاصلتين ولم يفصلنا عنها الا قليلا. احنا لسه واصلين حالا، وباذن الله الراجل ياخد اجازه بسيطه باذن الله، ونرجع نكون مجهزين كل حاجه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك كابتن وائل. لا تزال اذا هذه التغطيه مستمره مع حضراتكم لوصول بعثه المنتخب الوطني. حاله كابتن وائل جمعه تقول شكل التعامل الحاصل مع اللاعبين، مع الحالة النفسية الخاصة بهم، مع قدرتهم على تحمل المسؤولية التي أظهروها على مدار عمر البطولة، وصولا إلى اللحظة التي كانوا يمنون فيها النفس بأن يحصدوا هذا اللقب لتتوج مصر بالنجمة الثامنة. لكن المؤكد أن المنتخب المصري بتشكيلته الفنية، بقيادته الفنية من قبل كارلوس كيروش والجهاز الفني، اكتسبوا احترام الجميع. هذا القدر من الانضباط لا يمكن أن يأتي بين يوم وليلة. اسمحوا لنا فقط أن نتوقف قليلا لنحاول الحصول على بعض التصريحات إذا تيسر الأمر، لأن الأمر على مستوى الحالة النفسية واضح تماما أن هناك حالة من الضيق التي اعترض صدور بعض اللاعبين. الأمر مفهوم تماما، حتى كابتن وائل جمعة الذي اضطر إلى البكاء أو أن تذرف عينه بالدموع، لكننا سنحاول الوصول إلى بعض أعضاء الجهاز الفني واللاعبين إذا تيسر ذلك، لنتعرف على تصورهم لمستقبل المواجهتين المقبلتين أمام المنتخب السنغالي للوصول إلى كأس العالم 2022. سنكون مع حضراتكم على مدار هذه الساعة في تغطيتنا المتواصلة. شكرا. هذه المتابعة الحية ما زالت مستمرة مع حضراتكم لوصول بعثة المنتخب المصري بعد أن عاد من كأس الأمم الإفريقية وهو حاصل على المرتبة الثانية وصيف البطولة. إلى ذلك تقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بالتحية والتقدير للمنتخب الوطني على المظهر المشرف في نهائيات كأس الأمم الإفريقية وتحقيق المركز الثاني في البطولة. وأكدت اللجنة أن المنتخب المصري لكرة القدم قدم خلال مشواره في البطولة أداء متميزا ورجوليا، وكان اللاعبون عند حسن الظن بهم وعلى قدر كبير من المسؤولية. كمان أيضا نجحوا في الوصول للمباراة النهائية ولم يحالف التوفيق الفريق للفوز باللقب. هذا وقد أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص الشكر والتقدير للاعبين على ما قدموه خلال هذه البطولة والحصول على المركز الثاني. وهذه لقطات حية
مشاهدينا الكرام مع حضراتكم مباشرة من مطار القاهرة الدولي، ترصد وصول بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مطار القاهرة الدولي. قدموا أداء رائعا وأداء بطوليا حازوا على إشادة الجميع واحترام كافة المنتخبات، وعلى احترام أيضا المؤسسات والاتحادات الدولية لكرة القدم سواء في الاتحادات الخارجية أو الإقليمية وفي الداخل المصري. كان 100 مليون مصري يعلقون عيونهم بمتابعة ومشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية. الكل يقدم التحية والتقدير لهذا الأداء الرائع، لهذا الأداء البطولي، والذي اتسم طوال مشوار البطولة بالأداء الرجولي. شاهدنا المنتخب المصري وهو يقدم أداء رائعا في 3 مباريات امتدت إلى أشواط إضافية 120 دقيقة في كل مباراة، ما أجهد الفريق لكنهم كانوا على قدر كبير من المسؤولية. هذه البطولة أظهرت وأفرزت العديد من الوجوه الشابة الجديدة القادرة على المنافسة والقادرة على حصد الكثير والمزيد من الألقاب. هم امتداد لأجيال سابقة أمتعت الكرة المصرية بالكثير من الفرحة والكثير من البهجة على مدار السنوات الماضية. تذكرنا ونحن نشاهد هذه المباريات ما اتسمت به الكرة المصرية في أعوام 2006 2008 2010 من حصول المنتخب المصري على البطولات الثلاث، وكان هذا من الأجيال الذهبية للكرة المصرية. كامل قال الفترة اللي جاية طبعا محتاجة شغل كتير جدا، لأن خصوصا أنه هو كان لما جاء على المنتخب ما كانش في مباريات ودية كتيرة. الحمد لله دلوقتي هنعمل البرنامج بتاعه وربنا وفقنا في المباراتين اللي جايين ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ كرة ربنا. كان هذا اذا لقاءنا مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، ونحن لا تزال تغطيتنا مستمره لوصول الطائره المصريه التي اقلت اللاعبين من العاصمه الكاميرونيه ياوندي الى العاصمه المصريه القاهره بعد خوض المباراة النهائية. صحيح أن المنتخب المصري لم يوفق في الظفر بهذا اللقب، لكنه قدم أداء ومردودا جعل المصريين وبحق يشعروا بفخر كبير إزاء ما قدمه اللاعبون من انضباط كبير، من قدر غير محدود من بذل الجهد، من الإخلاص في الأداء. كل المباريات تقريبا التي خاضها اللاعبون أدوا فيها ما عليهم وزيادة بحكم عدد الدقائق التي خاضها لاعبون منذ دور 16 وحتى المباراة النهائية. لا تزال هذه التغطية مستمرة مع حضراتكم للحظات وصول بعثة المنتخب المصري العائد لتوه من العاصمة الكاميرونية ياوندي. هذه المشاهد مشاهدينا الكرام والتي نشاهدها مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري من مطار القاهرة الدولي تؤكد على ثقتنا وعلى اعتزازنا، اعتزاز الدولة المصرية حكومة وشعبا وقيادة سياسية بالأداء المشرف للمنتخب الأول لكرة القدم بما قدمه من أداء مشرف ومن أداء رجولي في هذه البطولة، جعلته يحظى باهتمام وباحترام منافسيه من كل المنتخبات الإفريقية التي شاركت في هذه البطولة. ليفربول النادي الكبير في الدوري الإنجليزي قدم دعمه لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح بعد الأداء المتميز للفراعنة، وقال إن صلاح يجب أن يكون فخورا بهذه البطولة والتي وصفها بالرائعة. استون فيلا هو الآخر كتب على صفحتي على تويتر دعم للاعب محمود تريزيجيه، وأشار إلى أن اللاعب عليه أن يفخر بالأداء المميز الذي قدمه مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية. المدير الفني كارلوس كيروش والذي يعتبر وأصبح أيقونة للشعب المصري لما له من لفتات ويتمتع به من روح رياضية وما يتمتع به من تكتيكات جعلته يصل إلى هذا الدور، لكنها ضربات الجزاء الترجيحية والتي دائما ما تتسم بالحظ لأي فريق مهما كان. كتب كيروش على حسابي على تويتر وقال إن اللاعبين المصريين والمنتخب المصري قدم أداء رائعا وأداء رجوليا، وعليهم أن يشعروا بالفخر ويشكرهم على ما فعلوه من أجل منتخب مصر، وأضاف أنهم يستحقون العودة إلى الوطن وأن يتم تذكرهم كلاعبين كتبوا معا صفحة بيضاء وأداء مشرف وبطولي في كرة القدم المصرية. إلى ذلك مشاهدينا الكرام، الاتحاد الإفريقي هو الآخر أشاد بحارس مرمى منتخب الفراعنة محمد أبو جبل بعد تألقه أمام منتخب السنغال في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا في الكاميرون، ووصف الكاف عبر حسابه على تويتر، وصف أبو جبل وقال بأنه جدار مصر الصلب والمتخصص في التصدي لركلات الجزاء، خاصة بعد تصديه بطريقة أكثر من رائعة
لركلة جزاء ساديو ماني في الدقائق الأولى من المباراة النهائية. إذن ما يتسم به هذا المنتخب الحيوي والقادر على المنافسة، وينتظر في الأيام القليلة القادمة منافسة أشد وطأة في التأهل لكأس العالم 2022. ربما يكون أو تكون هذه بروفة في كأس الأمم الأفريقية لما يمكن أن يقدمه المنتخب الواعد من أحلام ويحمل طموحات عشاق الساحرة المستديرة في القطر المصري. يعني ربما هذه الصورة الحية كما نشاهدها ونتابعها مشاهدين الكرام من مطار القاهرة، وينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ شوقي حامد الناقد الرياضي. كابتن شوقي أهلا بحضرتك على التلفزيون المصري. أهلا بك أستاذ مصطفى، أهلا بمشاهدينك وصلت كل أنحاء. أهلا بحضرتك. وصلت بعثة المنتخب منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، وفي استقبالهم الكثير من يعني أفراد الشعب المصري ووسائل وكالات الأنباء المصرية، ويعني الكل في مصر ممتن للأداء البطولي الذين قدموه خلال مسيراتهم في هذه البطولة. ما رأيك في هذا يعني الاستقبال، وربما تخيم على وجوههم يعني ربما لعدم الحصول على البطولة، يعني كنا نتمنى أن نحصل على هذه البطولة خاصة بعد هذا الأداء. الاستقبال الحافل والمشاعر الجياشة للشعب المصري ككل لأبنائنا من عناصر المنتخب الوطني وقياداته وإدارته تعكس مدى احترام الناس للأداء المشرف والجهد الطيب والروح القتالية غير العادية التي بذلها كل عناصر بعثة المنتخب في الكاميرون، والتي فعلا أدت إلى وصولهم للقاء النهائي، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من إحراز البطولة. نعم. الحقيقة الناس دي كانوا رجال مواقف، أدوا كل ما عليهم، حاربوا الظروف المعاكسة من إصابات لجماهير غير ودودة وتحكيم ظالم ومناخ غير يعني معتدينه، ومع ذلك حاربوا كل هذه المضادات والمعاكسات وعملوا عروض جيدة جعلت الجميع يحترمه. وليس أدل على ذلك من سيد الرئيس السيسي بنفسه، أرسل لهم تهنئة على أنهم كانوا رجالا بحق، أدوا ما عليهم من واجب وضحوا من أجل مصر بكل شيء، ويستحقوا فعلا إن شاء الله أن هم يوصلوا كأس العالم من خلال السنغال برضو بإذن الله. طيب كابتن شوقي، يعني كان في سؤال للكابتن وائل جمعة منذ قليل عن استعدادات المنتخب لمنافسات كأس العالم، يعني هتكون مباراة ماراثونية أيضا، ولكنها تحدث عن أنهم لم يصلوا إلى الصيغة النهائية لأنهم يعني ما زالوا في مطار القاهرة الدولي. يعني ما هي الاستعدادات التي من الممكن أن تتخذ من قبل الجهاز الفني والاستعداد البدني والنفسي لتصفيات كأس العالم؟ بداية لازم يطوي صفحة الماضي القريب اللي هي ما خدوش فيها البطولة، مع أنهم كانوا على وشك أنهم يحرزوها. غلق الملف ده وفتح الملف الإعدادي للبطولة القادمة ولقائي السنغال سواء هنا في مصر أو هناك. الإعداد لهذه المباراة لابد أن يتخللوا لقاءات ودية، معسكرات إعدادية، دراسات فنية، لابد أن يعملوا بسرعة جدا على شفاء ودواء المصابين. نعم. على تجهيز الجاهزين. الأمور دي أعتقد أن كروش خبير بيها وعلى علم ودراية كامدة بيها، وإن شاء الله بالتنسيق مع وائل جمعة. نعم. واتحاد الكرة المصري بقيادة جمال علام هيتم إعداد المنتخب إعداد جيد لهذين اللقاءين الصعبين. كابتن شوقي، 360 دقيقة خاضها المنتخب المصري في ثلاث مباريات ماراثونيه، مباراه مصر والكاميرون، مباراه مصر والمغرب، مباراه مصر وكوت ديفوار، اثبتوا فيها حقيقي انهم رجال وبحق. كيف تابعت هذه المباريات الثلاث، وما هو الانطباع الذي تكون لديك من خلال الاداء البطولي الذي قدموه رجال المنتخب المصري؟ رجال المنتخب كانوا رجال مواقف، كانوا رجال على
على قدر كامل من التضحية والفداء. كان عندهم دوافع حماسية، دوافع إرادية، دوافع فنية، كان عندهم قيادات واعية قدروا فعلا تديرهم إدارة جيدة بخطط واعية. كل من شارك حتى البدلاء أدوا ما عليهم وأكثر، وكنا يعني ما كناش نعرف أسماء ناس شاركوا لمجرد إصابة الركائز. يعني محمد عبد المنعم أحد أبطال رجال المنتخب بتوعنا، اللي هو كان واخد مان اوف ذا ماتش أو رجل المباراة الأول المباراة اللي فاتت، كان يعني غير مطروق اسمه، غير معروف، وشارك لأن حجازي أصيب والونش أصيب فشارك وأصبح أساسيا ويستحق إن هو الناس تحترمه. وعلى هذا المستوى في ناس كتير أدت، سواء أدت في مكانها، يعني إمام عاشور ما حدش كان يعرفه على المستوى الدولي، مهند ناشين ما كانش حد يعرفه على المستوى الدولي، لكنه لما تم الدفع بهم أثبتوا أنهم رجال بحق ويستحقوا الاعتماد عليهم والاعتداد بهم. سؤال كابتن شوقي حامد، سؤال وهو له علاقة بمن يتيح الفرصة لجيل جديد لم يعرفه الشارع المصري أو الشارع العربي. ما الذي يمكن أن نقدمه نحن نقاد رياضيين أو مدربين أو ما إلى ذلك لرجل وهو كارلوس كيروش، الذي يعني أظهر لنا لاعبون جدد لم يكن يعرف أو يسمع عنهم أحد على الإطلاق؟ الناس حسبت كارلوس كيروش على تصريح غير موفق، قال أنا مش رايح الكاميرون عشان أخذ البطولة، قامت الدنيا ولم تقعد أيامها، وطلبوا بإقصائه وطلبوا إبعاده وطلبوا بمعاقبته، والرجل تراجع عن التصريح وقال إحنا إن شاء الله نروح ناخد البطولة. كارلوس كيروش دلوقتي أثبت زي ما حضرتك قلت في المقدمة إنه أيقونة فنية للشعب المصري، أيقونة تستطيع أن تقود شبابه، أن تقدم موهوبين جدد، أن تعوض الكرة المصرية عما افتقدته من استقرار وإعداد وتجهيز خلال فترات طويلة ماضية. أعتقد أن كارلوس كيروش عايز دعم من الاتحاد، عايز مساندة من الجماهير، عايز هو عنده المساندة من الجماهير وعنده الدعم من الاتحاد والدعم من كل أفراد الشارع المصري. على كل أحوال أنا بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم. اتصال هاتفي آخر من ضيفي الكريم الأستاذ أيمن إبراهيم الناقد الرياضي. أستاذ أيمن أهلا بحضرتك. كابتن أيمن إبراهيم. أيوة معاك. مساء الخير وأهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم وكل مستمعينك. يعني نشاهد الآن ونحن نتحدث مع حضرتك وصول بعثة المنتخب الوطني بعد أن أدى أداء رجوليا وبطوليا في كأس الأمم الإفريقية. كيف تابعت هذه البطولة بكل ما فيها وما قدمه المنتخب المصري من أداء رائع وأداء حاز وجعله يحوز على يعني احترام الجميع؟ في حالة ضيق، لكنه ربما يكون الضيق الذي يبعث على تفاؤل مقبل إن شاء الله، لأن اللاعبين أدركوا حقيقة وزنهم النسبي في الكرة الإفريقية، حقيقة ما يمكن أن يقدموه من أداء وعمل. اللاعبون الذين تصوروا أو تصورت بعض الجماهير أن قدرتهم على الذهاب بعيدا في كأس الأمم الإفريقية لن تكون كبيرة، قدموا أمام الجميع عملا استثنائيا وبطوليا. كابتن وائل جمعة عندما يقول أننا أبهرنا العالم لم يكن التعبير مجازي، لكن كانت الإشارة إلى حجم الإشادات العالمية الكبيرة لكل الصحف العالمية الرياضية المعنية بكرة القدم، كانت تتحدث عن عمل بطولي. الكل كان يسأل عن جباسكي وهو أحد الذين أيضا رفضوا إجراء أي مقابلة تلفزيونية مع أي من وسائل الإعلام التي كانت حاضرة هنا في مطار القاهرة الدولي. العمل الاستثنائي الكبير الذي قدمه بمستويات الخرافية كان آخرها بالأمس محمد أبو جبل ما قدمه أمام المنتخب السنغالي في المباراة النهائية. كل اللاعبين يمرون بهذه الحالة، لكنها تبدو حالة مفهومة قياسا بالرغبة في البناء على ذلك في المستقبل. الرئيس عبد فتح السيسي في تهنئته وتدوينته التي كانت بالأمس بعد المباراة بلحظات قال إن الأمل سيكون معقودا بالوصول إلى كأس العالم في المواجهتين المقبلتين. وزير الشباب والرياضة عندما التقى اللاعبين في غرفة خلع الملابس في العاصمة الكاميرونية يوندي في الملعب الذي احتضن اللقاء ملعب أولمبيه، كان يتحدث عن المواجهتين المقبلتين أمام السنغال باعتبارهما ستكونان فرصة ممتازة وملائمة للغاية للاعبين لأن يقدموا شيئا
واقعيا هذه المرة للجماهير المصرية. كل الجماهير تقريبا تشعر بحالة كبيرة من الرضا. صحيح أن هناك قدرا لا بأس به من الإحباط بحكم أن الأمل كان كبيرا للغاية في أن يستطيع اللاعبون أن يكملوا مسيرة الأجيال السابقة وأن يسطروا جانبا من التاريخ الجديد للكرة المصرية بالوصول إلى النجمة الثامنة، لكنهم حقيقة أدوا ما عليهم، وهذا هو مبعث الطمأنينة والفخر في آن واحد للجماهير المصرية والإعلام الرياضي المصري الذي أدرك أن اللاعبين قدموا كل ما في وسعهم. عدد كبير وربما العدد الأكبر من اللاعبين كانوا يؤدون في غير مراكزهم، عدد كبير من اللاعبين كانوا يؤدون مبارياتهم الدولية الأولى في مواجهة أعتى وأقوى الفرق الإفريقية التي كانت مرشحة لنيل هذا اللقب. وبالتالي فالبناء على هذه المنظومة التكتيكية والخططية الجديدة التي أرساها كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الذي يحظى بتقدير كبير حتى من أعضاء الجهاز الفني، وهذه مسألة تبدو مهمة وفارقة للغاية. بمناسبة النظام، طالما أننا تحدثنا عن النظام، دكتور محمد أبو العلا وهو طبيب الفريق رئيس الجهاز الطبي للفريق وأحد الذين قدموا عملا بطوليا وهو ما يمكن وصفه بالجندي المجهول وإن لم يكن هناك جنود مجهولون في المنتخب الوطني، أردنا أن نتحدث إليه والرجل كان مرحب للغاية لكنه قال أن نظام العمل وقواعد العمل داخل المنتخب الوطني تقتضي الحصول على موافقة من مدير الفريق الكابتن وائل جمعة وهو الأمر الذي لم يحدث، وبالتالي يصعب عليه أن يتحدث حتى لو كان سيتحدث في جوانب من اختصاصه. وبالمناسبة المنتخب الوطني كان من بين الفرق القليلة والمعدودة للغاية، لا أود أن أقول أنه الفريق الأوحد لكنه على الأقل فريق من بين فريقين اثنين لم يسجلوا أي حالات إصابة بكوفيد 19، وهذه إشارة أخرى على حجم الانضباط الذي تم إرسائه من قبل الجهاز الفني والإداري ومن قبل طبيب الفريق وفق البروتوكولات التي كانت موضوعة وفق النظام الصارم، الفقاعة الطبية كما أصبح يتعرف عليها منذ ظهور كوفيد 19. وبالتالي حتى هذه التفاصيل شديدة البساطة أو التي تبدو هكذا لكنها في النهاية تقول بأن العمل كبير للغاية الذي يتم، وأن هذا الجيل من اللاعبين الذين قدموا عملا استثنائيا وممتازا على كل المستويات، مستوى مبهر حقيقة للاعبين على مستوى إدراك طبيعة الخطة التي يقدمها كارلوس كيروش، العمل الجماعي الذي يؤديه اللاعبون، حالة الود الشديد غير المفتعل التي ظهرت على اللاعبين حتى الذين يلعبوا في نفس المركز، مستوى التفاني الكبير الذي أظهره اللاعبون في أدائهم، شخصية البطل بين قوسين وهذه دائما ما تستعمل في التعبيرات الرياضية وفي كرة القدم، شخصية البطل التي تمكن اللاعبون من إظهارها حتى لو كانت في مواجهتهم الدولية الأولى، لكنها في النهاية شخصية البطل التي اكتسبوها من الأجيال السابقة ومن الأعمار الأكبر داخل المنتخب الوطني. وبالتالي فإن العمل يجب أن يستمر بذات الوتيرة ويجب أن يستمر بذات النسق الفني والخططي ومستوى الثقة التي بات الجميع يوليها في كارلوس كيروش الذي لم يكتفي فقط بإظهار هذا الجانب الخططي التكتيكي المنضبط لكنه حتى على مستوى التعامل النفسي، تعامله مع وسائل الإعلام، تعامله مع الحالة المصرية لكرة القدم كانت مسألة فريدة للغاية. إدراك كارلوس كيروش البرتغالي عن طبيعة ما يحتاجه المزاج الكروي المصري، طبيعة المتطلبات التي تحتاجها بيئة العمل في مصر، الحديث عن قدر كبير للغاية من قدر كبير من الشجاعة أظهرها كارلوس كيروش أن يدفع بعدد كبير للغاية من اللاعبين صغار السن الذين قدموا عملا ممتازا وكانوا على قدر المسؤولية، كل اللاعبين الذين قدموا مباريات داخل هذه البطولة. وبالتالي كان العمل الجماعي المنسق على المستوى الخططي إعلاء قيمة المنتخب، ما كنا نتحدث عنه أن حتى اللاعبين الذين يفترض أن بينهم وبين بعضهم بين قوسين تنافس للعب في المركز الواحد، حالة الانسجام والود والمحبة الكبيرة التي كنا نشاهدها بين محمد أبو جبل ومحمد الشناوي، محمد صبحي ومحمود جاد، أربعة حراس مرمى، المسائل بينهم كانت ذائبة للغاية بالقدر الذي لا تدرك فيه إن لم تكن تعرف لاعب المنتخب من هو الحارس الأساسي ومن هو الحارس البديل، من هو الحارس الذي قد يدفع به في مواجهة ومن هو الحارس الذي قد يدفع به في مواجهات أخرى. المنتخب أولا كان شعارا مترجما بالفعل على أرض الواقع، سلوك اللاعبين، انضباط اللاعبين، قدرة اللاعبين على إظهار الوجه الحقيقي للكرة المصرية الذي يعرفه كل الأفارقة. بالمناسبة كل الإعلام الإفريقي كان يتحدث عن المنتخب المصري الذي يستنفر تماما إذا ما عرف شعارا لكأس الأمم الإفريقية، أيا كانت التقييمات، أيا كانت المقاييس، أيا كانت الترتيبات التي يمكن أن تقدم للمنتخبات التي ستدخل بطولة في كأس الأمم الإفريقية، يبقى المنتخب الوطني مرشحا دائما، مرشحا فوق العادة، مرشحا خارج إطار المترشحين لكل كأس أمم إفريقية كما يقولون دوما، بطل يولد من رحم هذه البطولة ومن رحم هذه المسابقة، إلا المنتخب المصري في بطولات كأس الأمم الإفريقية هو مرشح دائم، أيا كان الجيل، أيا كان اللاعبون، أيا كانت الدولة التي ستحتضن أو ستستقبل كأس الأمم الإفريقية، تقدير كبير للغاية، مستوى التعامل النفسي السلس السوي الكبير للغاية الذي أظهره اللاعبون هو سر من أسرار النجاح، وينظر دوما إلى أي عمل جماعي أنه إن لم توضع مصلحة المجموعة أولا لا يمكن لهذا الجهد أن يكلل بالنجاح. حقيقة ما قدمه اللاعبون، ما قدمه الجهاز الفني كان عملا راقيا منضبطا
شديد الجاذبية للجميع. كل الأفارقة، العاصمة الإيفوارية ياماسوكرو ومدينة أبيجان هناك مثلا كانت تحتفي بفوز المنتخب المصري في الدور نصف النهائي على المنتخب الكاميروني. جماهير الكرة الكاميرونية التي كانت حاضرة في ملعب أحمد أهيجو في مواجهة المنتخب الإيفواري في دور 16 بين المنتخب المصري والمنتخب الإيفواري كلها تقريبا كانت تتغنى بفوز المنتخب. صحيح أن هناك حالة من التنافس ما بين المنتخبين الكاميروني والإيفواري، ما بين الحالة الشعبية بينهما، لكن في النهاية هذا منتخب استطاع أن يعلي مصلحة الفريق أولا، ومن ثم تمكن من اكتساب احترام الجميع. يتبقى فقط أن نبني على هذه المرحلة، وهذا هو لسان حال الجميع، كل الذين التقيناهم وتحدثنا إليهم من أعضاء الأطقم الفنية ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم يتحدثون عن البناء على هذه المرحلة. هذا عمل عظيم، لكن اكتمال هذا العمل سيكلل كما يريده كل المصريين بأن نذهب إلى قطر 2022 في شهر نوفمبر المقبل إن شاء الله، لأن المنتخب يستحق، ولن تكون الثقة التي يوليها المصريون في منتخبهم وليدة الحماس العاطفي للمصريين، وإنما وليدة بناء حقيقي على ما قدمه المصريون وما قدمه اللاعبون من انضباط، من مستوى تفاني غير عادي. حجم العمل الذي قدم من اللاعبين وهم يؤدون 120 دقيقة على مدار 4 مباريات متتالية، هذا لم يحدث في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، في تاريخ كل البطولات لم يحدث أن لعب منتخب 120 دقيقة على مدار 4 مباريات متتالية بفترات استشفاء محدودة للغاية، وهذا عمل آخر. بالمناسبة الحالة الكبيرة التي عشناها لم نكن قد عشناها هنا فقط في مصر، إنما كل المقاطع التي تابعناها، كل الفيديوهات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لوطننا العربي الكبير، من المحيط إلى الخليج، من موريتانيا، من الرباط، من كازابلانكا، وصولا إلى سلطنة عمان وإلى المملكة الأردنية، إلى العاصمة السعودية الرياض، وإلى مدينة أبوظبي، إلى الكويت، كلهم تقريبا وما بين هذه الدول حماس غير طبيعي. المنتخب المصري كان يلعب وكأنه يلعب ممثلا للكرة العربية بأكملها. كل الذين كانوا في منتخبات وفرق شمال إفريقيا، في المغرب العربية، المنتخب التونسي، المنتخب الجزائري، المنتخب المغربي الذي أقصيناه، الذي أقصاه المنتخب المصري من دور الثمانية، كلهم تقريبا في كل مواجهات المنتخب المصري التي لم تكن دولهم طرفا فيها، كلهم شجعوا المنتخب المصري، وتشجيع لم يكن عادي. مستوى العاطفية الكبيرة التي أظهرها المشجعون العرب، المواطنون العرب حتى من الذين لا علاقة لهم مباشرة بكرة القدم، حجم كبير للغاية من احترام الكرة العربية واحترام المشاعر العربية واحترام المزاج العربي حظينا به في هذه المشاركة. لذلك هذه مشاركة ليست ككل المشاركات. صحيح أننا توجنا بعدد كبير من البطولات، وصحيح أننا أصحاب السيادة على مستوى زعامة الكرة الإفريقية باحتكار العدد الأكبر من التتويجات، وصحيح أن أقرب منافسينا بيننا وبينه مسافة ليست قليلة، لكن المؤكد أيضا أن هذا المنتخب في هذه الظروف، في ضوء التكهنات والتوقعات التي كانت قبل هذه البطولة، لم تكن تقول بأن المنتخب يمكن أن يؤدي هذا، لكنه أداها. تبقى فقط أن نبني على مكتسبات هذه البطولة بالوصول إلى كأس العالم في المواجهتين الفاصلتين أمام المنتخب السنغالي. هذه التغطية ستبقى مستمرة مع حضراتكم على مدار الساعة. كما قال شكرا زميلي أحمد أبو زيد، وهو بالفعل عمل استثنائي للمنتخب المصري، وأداء رجولي قدمه أمام العالم كله جعله يحصل على إشادة دولية وعلى إشادة من كافة المنتخبات ومن كافة الاتحادات الإفريقية والدولية والوطنية. بالفعل هو عمل استثنائي، وهذا ما أكد عليه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وما حادوا عليه من إشادات بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وصف هذا الأداء في هذه البطولة الصعبة من الأداء الرجولي. مزيد من التحليل عبر الهاتف الأستاذ أيمن إبراهيم الناقد الرياضي. أستاذ أيمن أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. وصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، وحصلت على إشادات دولية. أستاذ أيمن، يعني الأداء كان بطولي، والأداء كان رجولي، والأداء كان استثنائي، والأداء كان به تناغم كبير ما بين طاقم العمل كله، بداية من المدرب وحتى حراس المرمى واللاعبين داخل الملعب. كيف يعني تصف هذا الأداء ويعني هذه البطولة الإفريقية الأكبر في القارة الإفريقية؟ بالتأكيد هو أداء رجولي وفي روح كبيرة جدا كامل لعيب المنتخب. زي ما قلنا المنتخب قدر أنه هو يصحح بعض الأخطاء اللي وقع فيها في مباراة نيجيريا تحديدا، سريعا في مباراتي غينيا بيساو ومباراة السودان والسودان، ثم الانطلاقة بقى أمام كوت ديفوار والمغرب والكاميرون. كانت مباريات صعبة جدا، أن منتخب يلعب 4 مباريات إكسترا تايم، ده مش حاجة سهلة، ده تقريبا حدث تاريخي لأول مرة بيحصل في بطولة أن يعني كأس أفريقيا أن منتخب يلعب هذا الكم من المباريات وقت إضافي.
طبعا كان في واضح التركيز وازاي دراسه كل التفاصيل، لان حتى لما بنوصل لركلات الجزاء ابو جبل كان بيتميز جدا وجميع اللعيبه كان بيتميزوا في التسديدات. يعني الحظ لم يسعفنا في تسديده عبد المنعم وتسديده مهند لاشين. طبعا ادوار مندي لا ننسى ان هو واحد من افضل حراس في العالم، بل هو حاليا هو افضل حارس في العالم وافضل حارس في اوروبا. ولكن ما يعني منتخب مصر نقدر نبني على اللي حصل في كاس الامم للمرحله اللي جايه، ينقصنا فقط التعامل مع التحولات الهجوميه والمنتخب يبقى متكامل في حاجات كتير جدا. يعني كابتن ايمن، كيف يمكن ان نغلق هذه الصفحه بكل ما فيها بالاداء البطولي والاداء الرجولي للمنتخب الوطني ونستعد لمنافسات 22 كاس العالم والمزمع ان تقام في قطر؟ طبعا زي ما قلنا اهم حاجه من البطولات دي او من يعني المشاركات عموما انت تكتسب خبرات. المدرب نفسه حاليا اكيد في البطوله العربيه كان ليه نظره، بعد كده في امم افريقيا كان ليه نظره، حاليا هو خلاص قدامه كل حاجه، كل القماشه كل الورق موجود، جرب القماشه بتاعته من اللعيبه اللي داخل الدوري وشاف المحترفين، وبالتالي هو حتى في دايما في تصريحاته يقول انا كل الشغل اللي انا بعمله في الفتره دي طبعا كمنتخب مصر بننافس على اي حاجه بندخلها، ولكن عيني على كاس العالم لان مصر بتاريخها الطويل وحضارتها ما ينفعش يكون راحت كاس العالم ثلاث مرات بس. فده الحلم الابرز، فبالتالي هو حاليا حط ايده على كل نقاط القوه وكل نقاط الضعف المنتخب. زي ما قلت نقطه الضعف الوحيده اللي ظهرت في المنتخب هي طريقه التحولات الهجوميه دي، اللي اعتقد هو هيشتغل عليها هو الجهاز الفني في الفتره المقبله مع المكتسبات زي الروح زي التناغم التجانس بين اللاعبين التماسك الدفاعي اللي كنا عليه. طبعا اخر مباراه نستثنيها في بعض الاشياء لان كان في مجهود بدني كبير جدا على اللعيبه، وكان في خلافا للمجهود البدني. كابتن ايمن يعني حابب اتكلم مع حضرتك عن جزئيه اخرى، وهي جزئيه ان المدير الفني اذا كان قادرا على قراءه الافكار لدى الفريق يستطيع ان يفرز يعني لعيبه جدد يمكن الاعتماد عليها طبعاً. وهذا طبعاً ما فعله كيروش، ويمكن كان من الاسباب اللي حاز على يعني احترام الجميع في هذا الموضوع بالتحديد. على كل الاحوال يعني دي كانت اللغه السائده في هذه البطوله ومن هذا المدرب، والذي افرد مساحه كبيره لكثير من اللاعبين. لم يكن احد من الشارع الكروي يعتقد بانهم سيؤدون ما ادوا، لكنهم ادوا باداء بطولي وباداء يعني يرتقي الى مستوى المسؤوليه الكبيره. المنتخب المصري قدم أداء رائعا على مدار البطولة، بداية من الماتش الأول وحتى المباراة النهائية، لكن في المباريات الأربع الأخيرة كان المنتخب المصري بقوة وقادر على إظهار الاحترام من الشارع المصري بل ومن الشارع العربي. ما رأيناه تكامل، وما رأيناه استثناء، وما رأيناه يعبر عن الروح الرياضية الحقيقية. ما رأيناه في مباريات المنتخب المصري على مدار الأربع مباريات الأخيرة من استبساله على أرضية الملعب حتى الدقيقة 120 بعد أشواط إضافية جعلهم منهكين بعض الشيء، لكنهم أدوا ما عليهم بحكمة وباقتدار، وأدوا ما عليهم حتى يسعدوا الشارع المصري والشارع العربي. جزء آخر في هذه البطولة مشاهدين الكرام كان لافتا وبقوة من وسائل التواصل الاجتماعي، وهو التشجيع من المحيط إلى الخليج ومؤازرة المنتخب المصري على المستوى الشعبي. ما رأيناه في كافة العواصم العربية يدعو بحق إلى الفخر، يدعو بحق إلى الترابط، يدعو بحق إلى أن تكون هناك رابطة لعشاق هذه الأفكار والبناء على هذه الأفكار، أفكار الشارع العربي، أفكار الشارع التي من الممكن أن ترتقي بشعوبنا العربية إلى مصافي الأفكار البناءة والأفكار التي تساعد على بناء الأوطان والحفاظ على هويات الدول وهويات الدول الوطنية. ما رأيناه مشاهدين الكرام من أداء بطولي، وما رأيناه أيضا من كرة قدم حقيقية قدمها المنتخب المصري للشارع العربي وللقارة الإفريقية، كان وبحق يعبر عن الروح المصرية، كان وبحق يعبر عن الجمهورية الجديدة التي تتسم بالشفافية والتي تتسم أيضا بالحفاظ على الهوية وبالحفاظ على الكرة المصرية والحفاظ أيضا على كل مكتسبات الجيل الجديد الذي هو قادر على إثبات نفسه بصورة كبيرة في الداخل وفي الخارج.
ما رأيناه أيضا من يعني قائد المنتخب النجم المصري محمد صلاح من أداء بطولي ومن توجيه ومن تحفيز للاعبين على مواصلة التقدم، على مواصلة الإبهار، على مواصلة التحدي في أرضية الملعب والوصول إلى المباراة النهائية. لكنها يعني كرة القدم يعني دائما ما بها الفائز والخاسر، هي هذه كرة القدم دائما ما تكون بهذا الشكل، ودائما ما نتحلى ويتحلى مشجعو الكرة بهذه الروح الرياضية. مشاهدي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لهذه نهاية هذه التغطية الحية والتي جاءتكم من على شاشة التلفزيون المصري لوصول بعثة المنتخب المصري بعد أن جاء من الكاميرون حاملا المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي قدم فيها أداء رائعا، أداء استثنائيا، أداء يتسم بالرجولة وبالقدرة على إبهار الشارع العربي وعلى الشارع المصري. شكرا لحضراتكم ودمتم في أمان الله، إلى اللقاء.